مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية، نزل عندنا تحديث جديد تطبيق فايبر، التحديث برقم 2290. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث وطريقة الاشتراك في فايبر بلس، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك الفيديو. في البداية طبعا مثل ما تعرفون كل التطبيقات حاليا بدأت أنه تضيف رسوم اشتراك وتعطي ميزات جديدة. نفس الشيء فايبر عنده ميزات جديدة، خلي أدخل أشرح لكم طريقة التحديث والميزات اللي وصلت ويا فايبر بلس. وأسعار الاشتراك جدا رخيصة، 2 أورو شهريا. خلينا ندخل من داخل الايفون حتى نحدث تطبيق الفايبر. بداية راح ندخل على الابل ستور وندخل بالاعلى وننزل الشاشه الى اسفل، راح تنزل التحديثات النازله. ونزل عندي طبعا فيسبوك مثل ما تشاهدون، روزمان وفايبر، التحديث برقم 2290 وفي فقط اصلاح الاخطاء. قبل ما نحدث نروح على الاعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، تاكد الايفون مالتنا اخر تحديث. بعدها راح ننزل على مساحه التخزين، هذه المساحة الكلية مثل ما تشاهدون 128، المستخدم 93، لازم نفرق بيناتهم بين 20 وال 30 جيجا. الآن نحذف المحذوفة مؤخرا ونروح نحدث الفايبر. الآن كملت التحديث، أدخل عليه مثل ما تشاهدون، دخلت على حسابي وحسابي ممتاز 100%، وهنا جاني فايبر بلس. الاشتراك أول شهر مجانا، وبعدها كل شهر ياخذ 2 أورو تقريبا دولارين و10 سنتات. هنا هذه الميزات، قراءة الرسائل وإعداد الوضع غير المرئي وفايبر بدون إعلانات وحرية الوصول إلى الملصقات المدفوعة ودردشة مباشرة مع الدعم وأيقونات فريدة وشارة خاصة. مرة أخرى أؤكد أنه اشتراك أول شهر مجانا، والاشتراك سعره 2 أورو تقريبا دولارين و10 سنتات. راح تشترك راح تاخذ هذه الميزات، فاللي يستعمل فايبر هذه الميزات كلش تفيده. والاشتراك 2 أورو يعني بالسنة بحدود يعني 22 أورو أو 24 أورو، يعني جدا ممتاز، سعر كلش رخيص. فاللي يستفاد منه خليه يشترك. ولازم انت اذا قررت انه تلغي الاشتراك لازم قبل بثلاثة ايام تلغي الاشتراك، لانه مثل ما تعرفون انه اذا 3 ايام وبعدها راح يتجدد الاشتراك تلقائيا. نهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع الف سلامة.